أنا العبد الذي كسب الذنوب. إن هذا القرآن كتاب عظيم، وإذا أردت أن يكون هذا القرآن بين جنبي فلا ينبغي أن تعطيه فضالة وقتك، لأنه كتاب عزيز كما قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن أحبتي، رسالتي هنا اليوم ليست للذين قصروا في جانب القرآن، فكلنا مقصرون، ولكن رسالتي هنا للذين هجروا القرآن بالكلية من حياته. احذر أخي أن تكون من الذين قال الله فيهم: وقال الرسول يا ربي، قال الرسول شاكيا لله: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن كان يريد الدنيا، يا من أشغلتك الدنيا عن القرآن، فعليك بالقرآن، ومن كان يريد الآخرة فعليه بالقرآن.